السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم كويسين وبخير. معاكم دكتورة هاجر مصطفى. النهاردة هنتكلم في موضوع جميل كلكم سألتوني عنه، ناس كتيرة قوي سألتني عنه، وهي ايه الأعراض أو العلامات اللي أعرف فيها إن أنا عندي مقاومة أنسولين أو أنسولين ريزيستنت ولا لأ. النهارده هنتكلم في الحاجات اللي احنا ممكن نشوفها واحنا في البيت، وكمان التحاليل اللي احنا ممكن نعملها في المعادن. خلوني بس افكركم كمان ان انا ابتديت اول تشالنج ليا مع ويلنس اب، تحدي للمتابعه اللي حابب يتابع معايا، مدته 4 اسابيع، هبتدي 4/9 الشهر اللي جاي. اللينك بتاع الاشتراك لو حد حابب يشترك هلاقيه في الديسكربشن بوكس تحت، لو حاب تخشوا على اللينك، وبعد كده هتلاقوا بعد كده كل الحاجات التفاصيل وكل حاجه عن الاشتراك ديت. برضو عاملاه الكارب سايكل لمقاومه الانسولين ديت، برضو لو حد برضو عنده بيعاني من مقاومه الانسولين ممكن يتابع معايا في خلال ال4 اسابيع دي، وان شاء الله نلاقي نتيجه كويسه. بقى نتكلم على العلامات اللي انا اقدر اشوفها او اعرف اذا كان عندي مقاومه انسولين ولا لا ما عنديش. اول حاجه خلينا نتكلم في التحاليل اللي بتتعمل في المعامل، ايا كان اسمها ايه، بتختلف من بلد لبلد، لكن هي المهم ان احنا بنقيس فيها السكر اللي في الدم في حاله الصيام وفي حاله بعد الصيام. في تحاليل بتتعمل في حاله الصيام بس، دي احنا مش عايزينها، احنا عايزين اللي في حاله الصيام واللي في حاله اللي بعد ما احنا ناكل حاجه فيها سكر. كمان مش هنقيس بس في اهم حاجه نركز فيها في التحليل ده، ان احنا مش هنقيس بس نسبة السكر في الدم، احنا كمان عايزين نقيس نسبة الانسولين. يعني لو حد عنده مقاومة الانسولين هيبقى النسبة بتاعت الانسولين بتاعته اعلى من الحد الطبيعي. يعني لو احنا جبنا حد كويس نورمال واكلناه سكر، بعد فترة الانسولين هيطلع ويشيل السكر ده من الدم، وبعد كده هيبقى خلاص تمام مفيش اي سكر في الدم. واحد مقاومة انسولين هيطلع الانسولين برضو شوية في الدم، والسكر هيختفي من الدم بعد فترة. لكن الفرق ما بينهم هما الاتنين ان اللي عنده مقاومة انسولين هيطلع كميات كبيرة عن النورمال من الانسولين عشان يقدر يشيل السكر في الدم ده ويقدر يتفاعل مع الريسبتورز بتاعت الانسولين دي. فالفرق ما بين النورمال واللي عنده انسولين ريزيستنت ان احنا لما بناكلهم سكر وبعد كده نقيس نسبه الانسولين في الدم بعديها بفتره، هنلاقي اللي عنده النورمال هيبقى عنده نورمال انسولين في الدم والسكر مختفي من الدم خلاص، الانسولين عمل الوظيفه بتاعته. واللي عنده انسولين ريزيستنت السكر شال من الدم برضه، بس الانسولين عنده بكميات كبيره من النورمال في الدم. بعد كده لما المشكله في الانسولين ريزيستنت ديت ان هو بعد فتره بيتحول، بدل ما بتبقى انسولين ريزيستنت او دايابيتس تايب 2 بيتحول لدايابيتس تايب 1، لان البنكرياس بيبقى عليه حمل كبير ان هو يفضل يعمل افراز للانسولين بكميات كبيره اكبر من الطبيعي بتاعه علشان يقدر يتفاعل مع الريسبتورز اللي على الخلايا. فبيحصل بعد كده مشاكل في البنكرياس ان هو ما بيقدرش قادر ان هو يفرز اصلا الانسولين بعد كده، وديت اللي هي الحاله النوع الاول من السكر. تعالوا نشوف بقى بعض العلامات اللي بتحصل ممكن نشوفها من غير التحاليل ديت ونعرف ان احنا عندنا مقاومه انسولين. اول حاجه الجوع الشديد، ان احنا بنبقى لسه واكلين وجبه وبعد الوجبه دي بيبقى حاسين احنا عايزين ناكل حاجه مسكره، حاجه مش عارفه حادقه، حاجات زي كده. ده نتيجه ان النيوترينتس احنا اوريدي اخدناها بس الخلايا مش عارفه تاخدها لجواها، فمش عارفه ان في نيوترينت لسه، فبتدي اشارات ان احنا لسه جعانين وعايزين ناكل. كمان السناكينج الكتير اللي بنبقى عايزين ناكل، وخاصه كمان في الوقت بتاع بالليل جدا، برده ديت علامه لمقاومه الانسولين. في كمان علامات بتبقى زي علامات الجلد اللي هو الغامق في اماكن زي مثلا عند التنيات بتاعت الرقبه، او مثلا بين البطاط في اماكن معينه بتلاقي فيها الدارك سكين ديت. برده في الزوايد الجلديه بتبقى برده علامه من مقاومه الانسولين. الحاجات دي لما بتظهر مره واحده مش بتبقى مولودين بيها، يعني لو العلامات دي ظهرت مرة واحدة يبقى دي مقاومة الانسولين، مش حد يبقى عنده الحاجات دي اصلا وهو صغير. علامة كمان جامدة جدا نتيجة مقاومة الانسولين ديت، وهي الدهون اللي في البطن اللي هو الكرش، البطن المرهلة ديت وخاصة السفلية، بتبقى علامة جامدة جدا لمقاومة الانسولين. دي كان شوية حاجات كده تخطيط على مقاومة الانسولين، العلامات اللي انتوا سألتوني كتير فيها في اماكن مختلفة على الانستجرام وعلى الفيسبوك. يا رب يكون الفيديو خفيف ومفيد ليكم كلكم. تشوفوا الاشتراك في المتابعة معايا الجديدة، التحدي الجديد اللي بادي الشهر اللي جاي، مدته 4 اسابيع بس. اللينك بتاع الاشتراك هتلاقوه تحت في الديسكريبشن بوكس، ومستنياكم الفيديو اللي جاي معايا ان شاء الله. دكتورة هاجر مصطفى منصور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.